طيب يا شباب، بسم الله. طيب، new questions 12. طيب، السؤال الأول هنشتغله لأنه ده متعلق بال S&P. السؤال الثاني: an engineer must configure a floating static route on an external EIGRP network. The destination subnet is /29 on the LAN interface of 86. 86 ده a LAN interface /29. Which command must be executed on R14? An engineer must configure a floating static route on an external EIGRP network. Daring to configure a static route في router 1 ده، يعني راوتر راوتر 14 وراوتر راوتر يمين راوتر 14 راوتر 14 راوتر 86 شغالين اي اي جي ار بي. معناه النتورك دي سلاش 29 دي هتعلن لراوتر 14 عن طريق الاي اي جي ار بي، لكن دارين ستيل تو كونفيجر ستاتيك راوت. الاجابه سي 10 80 65 10 80 65 0 10 80 65 0 دي النتورك، والماسك 255 255 245 248 دي هي السلاش 29. النكست هوب هيكون دوت 66، اللي يقول اي بي ادريس ده هنا دوت 66. يعني بنقول لي راوتر 1 لو دار ترسل للنتورك دي يرسل لي راوتر 86 دوت 66. بعد ده اديناه ادمن ديستانس 170، هو الستاتيك راوت الادمن ديستانس 1، لكن اديناه ادمن ديستانس 171. ليه؟ لان اللور ادمن ديستانس از بريفيرد، وقال لك هو اكسترنال اي اي جي ار بي، النتورك دي شغاله اكسترنال اي اي جي ار بي. الاي اي جي ار بي العادي الادمن ديستنس 190، الاكسترنال اي اي الاي اي جي ار بي العادي الادمن ديستنس 90، لكن الاكسترنال اي اي جي ار بي الادمن ديستنس 170. لذلك الستاتيك راوت ادينا 171. ليه؟ عشان يكون الاي اي جي ار بي راوت هو البريفيرد، عشان راوتر 14 ده يرسل للنتورك دي عن طريق الاي اي جي ار بي راوت، الاكسترنال اي اي جي ار بي راوت اللي هو 170. اذا الاي اي جي ار بي ما شغال، بعد ذاك نشتغل بالستاتيك راوت 171. نفس السؤال متكرر كل مره: تراديشنال نتوركينج مقارن مع الدي ان اي سنتر. تراديشنال مانيوال كونفيجريشن لكل الاجهزه، ليفرج سيسكو برايمز انفراستراكشر. التراديشنال نتوركينج في ديفايس في زي سيسكو برايمز انفراستراكشر ده ممكن يساعدك في المانجمنت تحت النتورك وكده. لاكس سبورت فور اس دي اي. اس دي اي ده سوفت وير ديفايند اكسس. تراديشنال نتوركينج ما عندها علاقه بالسوفت وير ديفايند، السوفت وير ديفايند ده شغل الكنترولر. هنا قال لك دي ان اي سنتر reduces the workload for enterprise customers، reduces the workload for enterprise customers، بيسهل الشغل لانه configuration عن طريق الكنترولر. uses algorithm to detect security threats، لو في اي security threats الكنترولر بيقدر يكتشفها بسهوله وكده. uses northbound APIs، northbound للتواصل من الكنترولر لل applications وكده. A network engineer is implementing a corporate SSID for WPA3 security with PSK. قال لك نوع الانكريبشن، قال لك دي CCMP. هو طبعا احنا قلنا ال WPA2 CCMP وال WPA3 GCMP، لكن هنا ده WPA3 وقال لك PSK، فال WPA3 ايضا بيشتغل CCMP، يعني ما بضل يشتغل GCMP. WPA3 ممكن يشتغل CCMP معناه زي ال WPA2. فقال لك ال WPA3 ده لما يكون personal mode أو personal security with PSK بنشتغل CCMP 128، اللي هي الصحيحة دي. What is the functionality of a Cisco DNA Center? Software defined controller for automation of devices and services. ده شغل الكنترولر. Software defined controller for automation of devices and services. Which IP header field is chained by Cisco device when quality of service marking is enabled? When you mark a packet, انت بتغير يا تو field في الـ IP header. When you mark a packet بتديها DHCP value معين.
لكن الـ DHCP ده هو ذاته part of a type of service field في الـ IP header. احنا قلنا الـ IP header في type of service field 8 bits، الثلاثة الأوائل IP precedence، الست الأوائل DHCP. في الـ type of service، في الـ DHCP field هو أصلا part of a type of service field في الـ IP header. An IP version 6 address must be obtained automatically on LAN interface router 1. Router 1 and LAN interface. الانترفيس ده دارين نديو automatic IP address. الكوماند شنو؟ الكوماند في الانترفيس ده سي IP version 6 DHCP. يعني الانترفيس انت ممكن تقول IP version 6 وتديو IP address الثمانية مجموعات كلها، أو تقول أي بي فيرجن 6 وتديه الأربع مجموعات الأولى عن طريق الـ EUI 64 هو بحسب الأربع مجموعات اللي بعدها، أو ممكن تقول أي بي فيرجن 6 أدرس بيبقى هنا الراوتر انترفيس زي اللابتوب بيجيب الأي بي أدرس من الـ DHCP سيرفر، والرسم أصلا في DHCP سيرفر هنا، فالإجابة الصحيحة أي بي دي أي بي فيرجن 6 أدرس DHCP. PCA is communicating with another device with IP address كذا. The question 8. PCA is communicating with another device at the IP address كذا. Through which route does router Y route the traffic? Router Y. طيب ده راوتر واي، يعني بي سي اي مرسل باكيت، بي سي اي مرسل باكيت معنونة ل 10.227.255.255، الراوتر هيرسلها في هذا الاتجاه. شوف الراوتنج تيبل، الراوتر ده نشوف الراوتنج تيبل، فهي الباكيت معنونة ل 10.227. طيب النتورك هنا في مثلا 10 10.22. خليني لكم يا شباب ثانية. طيب الباكيت معنون ل 10.227، ف 10.227 ده هنا مثلا 22 ده 128، فهنا 10.224، لكن ال 10.224 هي سلاش 11، 10.224 دي سلاش 11، فدي نكتبها 10.224.00/11، والباكيت 10.227.255.255. بيشوف النتورك دي ماتشنج ولا ما ماتشنج.
طيب لما نقول 10 224 00 slash 11 معناه 10 ال 224 دي ممكن تتكتب. جيب الكالكوليتر يا شباب ثانية. طيب ال 224 فيها 128 وبيفضل 96 minus 64 بيفضل 32. ف 1 2 3 4 5 دي 224 بعدك الزيرو ده 1 2 3 4 5 6 7 8 والزيرو الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8 فقال لك سلاش 11 فده هنا سلاش 8 9 10 11 معناها not even slash 16 slash 11 معناها 11 خانة للنتورك. فالباكيت قال لك معنونة لل 10 224 معنونة لل 10 224 معناها 10 وال 224 برضه 111 1 2 3 4 5 that 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ف matching يعني الباكيت matching ال dot 11 route ده لأنه خانات ال network ال 11 خانة الأولى matching. البعد 10 224 0015 10 224 0015 10 224 0 10 224 0 0 slash 15 10 224 0 0 slash 15 يعني لما نقول 10 224 0 0 slash 15 معناها معناها النتورك ما حيكون 11 حيكون 15 12 13 14 15 حيكونوا لحد هنا يعني قبل ال 16 بي 1 دي خانة النتورك. فالباكيت معنون ل 10224 255 255 ف 16 خانة. فهنا معناه لحد هنا هل خانة النتورك مطابقة؟ يس ستيل مطابقة 10 224 16 خانة الأولى مطابقة. فبعد ده كون دي تكون 255 ودي 255 دي ما خانها الهوست معناه إذن سلاش 16 أصلا برضو ماتشين. طيب 10 223 0 سلاش 24 ده ما ماتشنج لأنه ده سلاش 24 المفروض يكون التطابق في الثلاثة الأوائل ده 10 223 لكن قال لك الباكيت معنونة حسب السؤال الباكيت معنونة ولا ده 227 الباكيت 227 I see okay احنا شغالين بال 224 لكن هي 227. السؤال ده يا شباب تفاصيله كثيرة ممكن نشتغله تاني نكتب نوت هنا questions 12
سؤال 8. question 8. What are two protocols within the IPsec suite? IPsec قلنا هو لو انت عندك two offices connected عن طريق الانترنت، يعني ما شغال مع one provider ولا كده، two offices communicating عن طريق الانترنت بتشتغل بال IPsec. ال IPsec عنده two protocols بيشتغل بهم، BUCAH و ESP، فدي بس الناس تحفظها كده. دي هنا مقارنة بين الجلوبال يونيكاست واليونيك لوكال. الجلوبال يونيكاست قال لك راوتابل اند ريتشابل فيا ذا انترنت. جلوبال يونيكاست ده زي البابليك اي بي ادرس في الفيرجن 4، يعني راوتابل وريتشابل فيا ذا انترنت وإيكويفالنت تو بابليك اي بي فيرجن 4 ادرس، يعني زي الاي بي فيرجن 4 بابليك ادرس، البابليك اي بي فيرجن 4 ادرس. اما اليونيك لوكال، لما اقول لك يونيك لوكال ده بيبدأ بالـ FC، وده addressing for exclusive use internally without internet routing، ده معناه زي الـ private IP version 4 range 10.0.0.0. Question 11. Two benefits of private IP version 4. A. Reuse address at multiple sites. Yes, we can reuse the address. لأن النتورك دي ممكن تشتغل في شركات مختلفة. والإجابة C. Conserve globally unique address space. فعلا conserve ال public IP addresses. طيب راوتر 14 is in the process of being configured. Router 14 is in the process of being configured. Which configuration must be used to establish route to host PC 10? Therein to build the route في router 14 لـ PC 10. الإجابة الصحيحة C. PC 10 ده هو أصلا 10.80.65.10. 10.80.65 و PC 10 ده أصلا هي قال لك دوت 10. وطالما هو PC سلاش 32 معناها هيكون الماس 255.255.255.255. والنكست هوب بالنسبة لراوتر 14 هي دوت 66 ادرس، عشان كده قال لك النكست هوب دوت 66 ادرس. A static route must be configured on router 86 to forward traffic to 172.16.34.0/10 which reside on R14. قال لك في النتورك دي somehow connected to R14. They need to build a static route في R86 للنتورك دي. الإجابة الصحيحة A في router 86 تقول IP route 172.16.34.0 اللي هي دي نتورك connected مع router 4، وقال لك سلاش 29. فسلاش 29 الماسك هيكون 255.255.255.248، والنكست هوب هيكون ال دوت 65 اللي هو ال IP address of router 14. ده هنا كنترولر. نشوف السؤال شنو. The network engineer is configuring a new wireless LAN and installed to use a setup password for authentication instead of the RADIUS server. Which additional set of tasks must the engineer perform to complete the configuration? Told to use a setup password for authentication instead of RADIUS server. وقال لك C. يعني قال لك we are configuring a wireless LAN في الكنترولر، لكن ما دارين الاوثنتيكيشن يكون عن طريق الاوثنتيكيشن سيرفر، يعني ما دارين الكلاينت يرسل يوزر نيم وباسورد للكنترولر، الكنترولر يرسلهم للاوثنتيكيشن سيرفر. دارين نشتغل اوثنتيكيشن بدون اوثنتيكيشن سيرفر. فوي كونفيجر بري شيرد كي، وي كونفيجر باسورد معين اسمه البري شيرد كي في الكنترولر، بتترسل للاكسس بوينت وبتترسل لللابتوب. فقال لك سيلكت اوبشن سي، قال لك سيلكت دبليو بي اي 2 بوليسي
فهنا قال لك select WPA2 policy. وفي الكنترولر هنا يو select WPA2 policy وبعدها disable PMF protected management frames و enable PSK. يعني ال PMF هنا protected management frames تكون disabled و enable ال PSK اللي هو ده PSK pre-shared key PSK enable. بعدك يو configure ال key. سؤال هي بس question 15. An engineer is updating the management access configuration of switch 1 to allow secure encrypted remote configuration. An engineer is configuring a router عشان to allow SSH يعني like secure encrypted كده معنا نتكلم عن SSH. Which two commands or command sequence must the engineer apply to the switch? يعني هنا سيدي شفت الكونفيجريشن قال لك اي بي دومين نيم تيست. بعد لو قلت كريبتو كي جنريت ار اس اي المعادله بتشتغل على كلمه تيست دي تو جنريت البابليك والبرايفت كيز. بعد ذاك هنا لاين في تي واي 04 الاربع سيشنز الاولى ترانسبورت انبوت تيلنت ولاين في تي واي 5 تو 15 ترانسبورت انبوت تيلنت معناها كل السيشنز تيلنت معناها شغالين تيلنت ولوجن لوكال يعني النتورك انجينير ده هو تيلنتنج تو ذا ديفايس هيرسل يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم وباسورد دي ما هيترسل له اوثنتيكيشن سيرفر بي فيريفايد لوكالي معناها السويتش ده ذاته ويكونفيجر اليوزر نيم والباسورد ايضا. ونشوف السؤال قال لك الانجينير المفروض يشتغل على كونفيجريشن A and D. المفروض يقول لاين في تي واي 015 ترانسبورت انبوت اس اس اتش لان الناس دي شغالين تيلنت لكن احنا دايرين نفعل الاس اس اتش هيقول ترانسبورت انبوت اس اس اتش. اس اس اتش كده بتلغي التيلنت وبتفعل الاس اس اتش دي اي ودي بعد ذاك انيبل سيكريت سي سي ان اي تيست 1 2 3 انيبل سيكريت سي سي ان اي 1 2 3. الانيبل سيكريت بتشتغل شنو؟ الانيبل سيكريت بعد ما الاس اس اتش يشتغل النتورك انجينير كونكتنج تو ذا سويتش عن طريق الاس اس اتش بيكون كونكتد في اليوزر مود. فلو دار يمشي للانيبل مود هيكتب انيبل السويتش هنا هيطالبه بالباسورد انيبل باسورد او الانيبل سيكريت باسورد. لذلك المفروض يكون ايضا في انيبل سيكريت باسورد. فانت بتكتب انيبل سيكريت سي سي ان اي تيست 1 2 3 الراوتر ويل انكريبت المسج دي ففي الرننج كونفيجريشن بتكون انكريبتد. Which two values does router 1 use to identify valid routes for router 3 loopback address? Router 1 داير يرسل للloopback address of router 3 اللي هو 1113/32 فده routing table of router 1. Router 1 عنده static route لل 1113/32 ده مع لوب باك سنجل اي بي عشان كده لك 32 1113 فالراوتر عنده اصلا ستاتيك راوت. طيب هل في راوت تاني ولا لا؟ في راوت هنا 1110/24 1110/24 دي بتشمل ال 1113 لانه دي سلاش 24 التطابق بيكون في ال 111 في ال 24 بت الاولى. فاذا ال 111 3 هي part of ال 1110 slash لأنه ال 1110 slash 24 دي ممكن تكون 1111 1112 1113 ممكن تكون أي شيء. فإذا في OSPF route admin distance 110 و static route admin distance 1
فاحنا نشتغل بالستاتيك راوند. فالإجابة بي قال لك لوست ادمن ديستانس، هنشتغل بالستاتيك راوت اللي هو ادمن ديستانس 1، وهنا قال لك لوست متريك، فدي ما عنده علاقة بالمتريك. ف قال لك it seems there are two versions to this question. In this question, if this question has the answer longest prefix match, then please choose it instead of lowest metric. أها نحن بنخت هو اي سي اي سي هو معناه يا شباب راوتر 1 عنده كام راوت لللوب باك؟ راوتر 1 لللوب باك ده عنده كام راوت؟ عنده تو راوت، واحد او اس بي اف راوت، واحد ستاتيك راوت. بنختار بيست اون شنو؟ مش الادمن ديستنس، بنختار بيست اون اللونجست بريفيكس، يعني ده سلاش 24 وده سلاش 32، هنختار ياتو، هنختار ال 32 اللونجست بريفيكس. لكن لو كان البريفكس متطابقة هنختار بيست اون الادمن ديستانس، ده او اس بي اف وده ستاتيك، معناه 110 وادمن ديستانس 1، هنفضل اللور ادمن ديستانس 1. فهنا هو قال لك اللور ادمن ديستانس لكن ما ذكر البريفكس في الاجابات. فاذا فدي احنا استفهامها كده عموما. بعدك قال لك السؤال ده عنده كم صيغه، السؤال ده قال لك بريد بكم صيغه، فقال لك اذا السؤال قال لك اللونجست بريفكس اختار اللونجست بريفكس، لأنه إذا الراوتر عنده two routes هنختار longest prefix. لو البريفيكس متساوية الاثنين ال two routes slash 24 مثلا الاثنين أو الاثنين slash 28 أو كده، بعد ذلك بنختار ال admin distance. question 17 هنشتغله. question 18 User traffic originating within site B is failing to reach an application hosted on IP address kaza.10 which is located on site B, site A. يعني site B ما قدر يتواصل مع IP address معين اللي هو 192 في site A 192.168.0.10. What is determined by the routing table? The leg B. The lack of a default route prevents delivery of traffic. يعني شنو؟ يعني لو ما هو سيدي راوتر 2، شو اي بي راوت؟ ده راوتر 2، ده الراوتنج تيبل. راوتر 2 ده ما بيعرف نتورك اسمها 192. بس لو قرينا الراوتنج تيبل هنا بيعرف ال 10 نتوركس دي وال 172 وال 10 نتوركس. يعني ال 192 دي نتورك غير معروفه بالنسبه للراوتر 2. فالنتورك لما تكون غير معروفه بالنسبه للراوتر 2 هنرسلها كيف؟ هنرسلها بيست اون الديفولت راوت. انت لو في باكيت قريت الديستنيشن اي بي والديستنيشن اي بي ما معروف في الراوتنج تيبل بنشتغل بالديفولت راوت. لكن هنا شايف قال لك جيت واي اوف لاست ريزورت از نوت سيت. جيت واي اوف لاست ريزورت يعني الديفولت راوت، فالديفولت راوت از نوت سيت. فراوتر 2 ده از نوت سيت وذ الديفولت راوت، عشان كده اي باكيت لنتورك ما معروفه راوتر 2 ما هيعرف يرسلها. Which cable type must be used to interconnect one switch using kaza, GBIC, and another switch using kaza modules? فنحن تكلمنا عن الـ GBIC. احنا قلنا الـ interfaces كثير من السويتشات مثلا let's say شغالة copper interfaces، لكن تقدر توصل fiber، بتقوم في الـ interface، في الـ interface بتوصل GBIC. الجيبك دي بعد داك بتوصل فيها الفايبر، هي بتحول لك الانترفيس من كوبر لفايبر. فهنا دي جيبك ودي جيبك، هي انواع مختلفه. فقال لك في سويتش في شغال بالجيبك دي، وفي سويتش تاني شغال بالجيبك دي نوع تاني. Which cable type must be used to interconnect one switch using a JBIC الأولى and another switch using a JBIC الثانية؟ فهتوصل لي نوع من الكيبل، هي نوع من الفايبر كيبل. بيقول لك answer B LC to SC، دي أنواع الكيبلز. فدي الناس تحفظها كده. السؤال ده drag and drop virtual machine an operating system instance that is decoupled from the server hardware. Decoupled يعني نفصله.
لأنها في فكرة الـ virtualization، ممكن يكون عندنا سيرفر لكن بداخله ممكن يكون في 10 virtual machines، كل virtual machine باعتباره سيرفر مختلف. فالـ virtual machine هو سيرفر لكن decoupled، يعني كأنه فصلناه من السيرفر الرئيسي. An operating system instance that is decoupled from the server hardware. يعني أنت عندك سيرفر فيه 10 virtual machine، ال 10 virtual machines دي لأي virtual machine is its own server، هو سيرفر مختلف عنده his own operating system، كأنه منفصل تماما عن ال physical hardware، عن السيرفر. Each core can run more than one process simultaneously. Multi-threading. السيرفر ده عنده سي بي يو، لكن السي بي يو دي المفروض تتوزع على العشرة فيرتشوال ماشينز. يعني السيرفر عنده 1 سي بي يو ليتس سي، لكن السي بي يو دي المفروض تشغل العشرة فيرتشوال ماشينز. فالقصة دي اسمها المالتي ثريدنج، القصة بتاعت التوزيع بتاع الريسورسز اوف السيرفر للفيرتشوال ماشينز. فايتش كور كان ران مور ذان 1 بروسيس سايمولتينيسلي، يعني اي كور اي سي بي يو يكون شغال كذا بروسيس سايمولتينيسلي في نفس الوقت، لأن مشغل فيرتشوال ماشين 1 مشغل فيرتشوال ماشين 2 مشغل فيرتشوال ماشين 3، دي اسمها المالتي ثريدنج. كان انت بتطلع خيوط من السي بي يو لكل فيرتشوال ماشين. Run on a physical server manages and allocates physical resources. ده الهايبرفايزر. السيرفر ده ما عنده physical resources، عنده سي بي يو، عنده رام، عنده كده عنده كده. الهايبرفايزر ده هو اللي بيوزعه، ده هو الكومبوننت اللي بيوزع الريسورسز دي، السي بي يو والرام وكده، على الفيرتشوال ماشينز دي كلهم. The software that manages the basic functions of a physical hardware. Host operating system. The software that manages the basic functions of a physical hardware. نحن بنتكلم عن سيرفر ككل مش الفيرتشوال ماشين. سيرفر ككل برضو عنده operating system، ما هو ده الهوست، ده هو هوستنج، هو مستضيف العشرة virtual machines، لكن ده هو المين سيرفر، فعنده his own operating system بنسميه الهوست operating system. The software that manages the basic functions of a virtual machine. أما العشرة virtual machines ديل برضه كل واحد فيهم عنده his own operating system، ده اسمه ال guest operating system. Which channel group mode must be configured when multiple distribution switch interfaces connect to wireless LAN controller؟ يعني قال لك عندنا controller وسويتش وفي distribution ports، في كذا لينك من السويتش للcontroller، دارين تكونفيجر ده في port channel. المود بيكون شنو في السويتش؟ المود بيكون channel group mode on، يعني مانيولي في السويتش ويكونفيجر البورت شانل. ليه؟ لانه النيغوشيشن ما بيشتغل، لانه ال اي سي بي والبي اي جي بي البروتوكول بتاعت النيغوشيشن دي ما بتشتغل في الكنترول، بتشتغل من سويتش لسويتش. عندك سويتش كونكتد مع سويتش وفي ايثر شانل في كذا لينك، دار تكونفيجر ده مثلا بورت شانل ولا ايثر شانل، ممكن تشتغل عن طريق النيغوشيشن. لكن لما يكون في سويتش وكنترولر، الكنترولر ما بيشتغل نيغوشيشن. فلذلك لو قدرت تكونفيجر اللينكس من السويتش للكنترولر في شكل بورت شانل، يكونفيجر البورت شانل مانيوال في السويتش، تقول شانل جروب مود اون. An engineer must translate the PC1 IP address 10. كذا and permit PC1 to ping the loopback interface on router 2. What command must be used? An engineer must translate PC1 IP address 10. يعني PC1 ده لما يرسل الباكيت من ال... must translate PC1 address to 10. PC1 ده لما يرسل الباكيت، الراوتر ده المفروض يشتغل نات يحولها لل 10. And permit PC1 to ping loopback 0 on router 2. قال لك answer A، option A. نشوف option A. option A ده في router 1 we configure the loopback interface. بعدك router 1 ده عنده interface 00 لراوتر 2، ده باعتبار هيكون ال outside interface.
فهنت اللي في الزيرو زيرو ده قال لك اي بي نات اوت سايد، وراوتر 1 ده عنده انترفيس اف اي 1 0 ده باعتباره الانسايد انترفيس. فهنا قلنا في راوتر 1 اي بي نات انسايد سورس ستاتيك، يعني لو جات اي باكيت من الانسايد انترفيس اللي هو كونكتد تو بي سي 1 بتجي من الاي بي ادريس ده من 172 1629.78، قلنا للراوتر 1 تحويله لل 10199 77.100، فدي اذا ستاتيك نات. فأي باكيت صادرة من بي سي 1 بال 172 ادرس، راوتر 1 حيرسله في اتجاه راوتر 2 بال 10 ادرس ده. وفي نفس الوقت هنا برضو في اي بي راوت في راوتر 2 1099 فده النات كونفيجريشن في راوتر 1. فأي باكيت من بي سي 1 راوتر 1 هيشتغل نات ويرسله لراوتر 2. بعد ذلك الكونفيجريشن الجزء الثاني من الكونفيجريشن في راوتر 2. وفي راوتر 2 الكونفيجريشن شنو؟ في راوتر 2 بيكونفيجر ذا راوت اي بي راوت ل 10.99.77.100. 10.99.77.100 ده يعني اي بي ادريس. اها 10.99.77.100 ده الاي بي ادرس ده النات، يعني اي الباكيت الصادر من البي سي من 172 لما نرسله من راوتر 1 لراوتر 2 السورس بيكون 10.99.77.100. ففي راوتر 2 وي كونفيجر ذا راوت 10.99.77.100 والماسك 252.255.255 معناها سلاش 32 للنكست هوب 10.139.91. 10.139.91 ده هو الفاست ايثرنت 00 في راوتر 1، فاست ايثرنت 00 في راوتر 1. يعني بنقول لي راوتر 2 لو داير ترسل للعنوان ده، كل عنوان ده هو اساسا ده النات للبي سي، فبنقول لي راوتر 2 لو داير ترسل للعنوان ده 10.199.77.100 رسل ل 91.1. 91.1 ده هو فاست ايثرنت 00 في راوتر 1. بي سي 1 كان بينج ذا لوب باك انترفيس اون راوتر 2، سو راوتر 2 must know how to route to كذا. In this question, router 2 uses static route, so it should be كذا كذا كذا. So to loop back zero interface of router 2 must be okay. يعني السؤال فيه جزئين. الجزء الأول قال لك دايرين بي سي 1 ده لما يرسل باكيتس راوتر 1 يحولها من ال 172 لل 10. ده الجزء الأول من الكونفيجريشن، وفعلا هنا راوتر 1 هيحول أي باكيت من ال 172 لل 10، ده الجزء الأول. الجزء الثاني من الكونفيجريشن قال لك بي سي 1 ده and permit بي سي 1 to ping loop back 0 في راوتر 2. بي سي 1 ده دايرين انه يقدر to ping loop back 0 في راوتر 2. راوتر 2 ده ما عنده، راوتر 2 هو قال لك الاوبشن الصحيح is option A. ف بي سي 1 قال لك برضه المفروض يقدر to ping loop back 0 في راوتر 2. فإذا بي سي 1 will ping loop back 0 في راوتر 2، راوتر 2 المفروض يقدر يرد على البينج. معناه راوتر 2 المفروض يقدر برضه يرد، يعني بي سي 1 لو رسل ايكو ريكوست للوب باك 0 في راوتر 2، راوتر 2 المفروض يقدر يرسل ايكو ريبلاي لبي سي 1. فمعناه المفروض يكونفيجر ستاتيك راوت من راوتر 2 لبي سي 1.
لكن we don't configure static route لل 172، لأن ال 172 دي already اتحولت للنتورك دي، لل 10 نتورك. معناها we configure static route في راوتر 2 لل 10 نتورك، عشان كده نقول IP route. IP route نقول لك تحدد ال 10 نتورك وهو single IP slash 32، بعد ذاك ال next hop 91.1. 91.1 ده هو fast ethernet 0 0 في راوتر 1 لون الانترفيس ده. احنا بنقول لراوتر 2 لو ده ترسل للبي سي، لكن ما هنحدد البي سي 172، هنحدد البي سي بالادريس الجديد بتاع النات. فنقول لراوتر 2 لو ده ترسل للبي سي، رسل النكست ستوب هنا fast ethernet 0 0 راوت 1 اللي هو ال 91.1. طيب دي هنا مقارنة بين الـ TCP والـ UDP. الـ TCP reliable و supports reliable data transmission و used to reliably share files وتقدر ترسل files وكده بطريقة reliable. الـ UDP provide best effort، ما reliable، برسل بس يعني، لكن ما reliable. appropriate for streaming operations، streaming يعني voice وكده. فعلا الـ UDP ممتاز للـ voice. A network engineer must configure an interface with an IP address كذا and a subnet mask equivalent to كذا. قال لك ده الماسك المفروض يكون كده. What subnet mask must the engineer use؟ دي 255 8 الأوائل 255 كده يبقى سلاش 16 255 كده سلاش 24. بعد ده كده هون في خمسة إضافيات، معناها سلاش 24 وخمسة إضافيات معناها سلاش 29. معناها الإجابة الصحيحة C. Which two server types support domain name to IP address resolution؟ عندك domain name داير تجيب ال IP address، فالسيرفر اسمه شنو؟ ده ال DNS server، يعني انت بترسل له domain name google.com يقوم يديك ال IP address، ده ال DNS server. فال DNS server which two server types support domain name to IP address resolution؟ ال DNS server عنده مسميات مختلفة، مرات ممكن نقول resolver وممكن نقول authoritative. الـ DNS server ذاته أنا في authoritative DNS server وفي كده، لأن إحنا قلنا اللابتوب لما يرسل DNS request للـ DNS server ما بيضر الـ DNS server عارف الـ IP address of google.com. ممكن الـ DNS server ده يرسل لسيرفر تاني في الإنترنت، وده يرسل لسيرفر تاني في الإنترنت وكده. فـ resolver ده اسم من أسماء الـ DNS server، والـ authoritative برضو يعني في DNS server يقول لك ده authoritative DNS server. The router R1 is in the process of being configured. Router 1 ده is in the process of being configured. Router 2 and router 3 are configured correctly for the new environment. Which two commands must be configured on router 1 for PC1 to communicate to all PCs on كذا كذا network؟ دايرين router 1 ده يقدر يتواصل مع كل ال PCs في ال 10 network 10 10 10 0. فهنا قال لك الإجابة دي في راوتر 1 في اي بي راوت 10 10 10 0. في راوتر 1 ده عرفنا النتورك دي 10 10 10 0 وهي سلاش 24، وقلنا الراوتر 1 النكست هوب 2.3 دي 2 نتورك وده 3.3. معناها بيقول لي راوتر 1 النكست هوب از راوتر 3، وفي ستاتيك راوت تاني ده سنجل اي بي 10 10 10 10، ده ستاتيك راوت لكن ما لل 10 نتورك ككل، ده تحديدا لبي سي 5 10 10 10 10. في ستاتيك راوت في راوتر 1 لل 10 10 10 10 اللي هو سنجل اي بي بي سي 5، لذلك الماسك سلاش 32. وبنقول له النكست هوب از 2.2، 2.2 ده هو راوتر 3. معناه we are configuring a static route في router 1 عشان نرسل لل 10 network عن طريق router 2، لكن تحديدا لو ده نرسل لبي سي 5 اللي هو still part of the 10 network هنرسل عن طريق
نقرا السؤال تاني. The router R1 is in the process of being configured. The router 2 and router 3 are configured correctly for new environments. Which two commands must be configured on router 1 for PC1 to communicate to all PCs? For PC1 to communicate to all PCs on كذا 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 network. Which two commands must be configured for router 1? Configured on router 1 for PC1 to communicate to all PCs on كذا network. هو السؤال ده صيغة السؤال فيها شيء ما صحيح، لأنه هنا مثلا قال لك النتورك 10 10 10، فهنا دي الـ PCs connected مع switch، دي اللي ممكن يكونوا في 10 10 10 slash 24 network، لكن الـ PC اللي هنا ده ما connected معاهم هنا في السويتش. الـ PC اللي هنا ده connected مع راوتر، يعني الثلاثة PCs ديل فاصلهم الراوتر ده من الـ PC ده. فالـ PC ده كيف هو part of the same network؟ فالسؤال ما واضح، لكن باختصار we are configuring a route في router 1 static route للـ network دي عن طريق router 3، و static route تاني للـ single IP ده عن طريق router 2، و static route للـ single IP ده عن طريق router 3. Which switching feature removes unused MAC addresses from the MAC address table? الإجابة الـ MAC address aging. نحن عندنا MAC table. MAC table يعني شنو؟ يعني switch بيكون عنده MAC table فيه الـ MAC addresses والـ ports. فلو جات أي packet الـ switch جرى destination MAC بيقارنه مع الـ MAC table. الـ MAC table بيقول لأنه الـ MAC دي ترسل في port 0، نقوم نرسل لـ 0. لكن لو في entry في الـ MAC table و يعني ما الانتري دي ما مثلا let's say في الماك تيبل، الماك تيبل بيقول لك مثلا الماك 1 يترسل ل 01، لكن ابدا ما في اي باكيت جايه الديستنيشن ماك ماك 1، دي معناه انتري في الماك تيبل لكن ما في باكيت بتيجي عشان نرسلها بيست اون الانتري دي في الماك تيبل. فالانتري بعد فتره will be deleted من الماك تيبل. ده اسمه الماك تيبل ايجين، بعد 300 ثانية بعد 5 دقايق will be deleted. يعني لو السويتش لو عنده مثلا بيقول لك ماك 1 is connected في انترفيس 01، جات باكيت destination ماك ماك 1 هرسلها 01، جات باكيت تاني destination ماك ماك 1 هرسلها ل 01 كده، فكده الانتري will stay في الماك تيبل. لكن لو ما في اي باكيتس مرسلة لماك 1، ما في داعي ماك 1 ده يكون في التيبل، فايت ويل بي ديليتد بعد 5 دقائق او 300 ثانيه. دي اسمه ماك ادريس ايجنج. Which two northbound APIs are found in software defined networking? Northbound APIs ده من الكنترولر للابلكيشن. في اتكلمنا عن الريست اي بي اي هو اوبشن، والسوب برضه اوبشن، ف اي ان سي سوب اند ريست اي بي اي. What uses HTTP messages to transfer data to applications residing on different hosts? عندنا applications في different hosts. Different hosts يعني controller مثلا. فأنت ده ترسل messages للcontroller ده عن طريق ال What uses HTTP؟ الإجابة REST. ال REST API هو اللي بيشتغل بال HTTP. أنت دلوقتي ترسل message من application لكنترولر عن طريق الـ REST API، هترسل المسجز دي بالـ HTTP. فالـ REST هو الـ API and it uses HTTP messages. What is the next hop IP address for router 2 so that PC2
reaches the application server over كذا. What is the next hop IP address for router 2؟ router 2 اللي هو router ده. So that PC2 reaches the application server via EIGRP. PC2 داير يرسل للسيرفر ده. PC2 داير يرسل للسيرفر ده. فهنا اداك الراوتنج تيبل اوف راوتر 2. فالسيرفر 192.168.30.30. ف قال لك EIGRP دي 192.168.10، لكن السيرفر دوت 30، لكن في دي تاني هنا، في راوند دي اي اي ار بي 192.168.30/24، فدي ماتشنج السيرفر، لان السيرفر 192.168.30 ودي هنا 192.168.30/24، فماتشنج في الثلاثه مجموعات الاولى. فاذا راوتر 2 ده اي باكيت معنون للسيرفر ال 192 نتورك دي هيرسل لي 10.10.10.6 ده النكست هوب اللي هو راوتر 3. فالإجابة هنا 10.10.10.6 سي. دي هنا question 31 ده هنشتغله. A switch is forwarding a frame out of all interfaces except the interface that received the frame. القصة دي اسمها شنو؟ القصة دي اسمها flooding. يعني سويتش جاتو باكيت رسله في كل الفريمز، ده الانون يونيكاست، جاتو باكيت لقى الديستنيشن الماك ما معروف، رسله في كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي جات منه. القصه دي اسمها الفلودنج. What is a characteristic of RSA? It is an asymmetric encryption algorithm. RSA يعني شنو؟ RSA ده algorithm بتاع التشفير، دي طريقة بتاع التشفير. لأن في الـ SSH لما نقول domain name Cisco بعدك نقول كريبتو كي جنريت ار اس اي، السويتش بيشتغل معادلة رياضية على الدومين نيم سيسكو ده بينتلي عنها تو انكريبشن كيز بابليك وبرايفت، فهي طريقة بتاع التشفير فكرة الار اس اي. هنا دي أربعة سويتشات قال لك يا تو حيكون الروت، الروت حيكون اللوست برايوريتي، إذا ما حدد لك برايوريتي معناه الماك، بنشوف اللوست ماك. ومثلا ده 080E وده 08E، يعني مثلا ده هنا كلهم بيشتركوا في 08 لكن ده 0 وده E معناها ده lower، وده 0 وده E معناها lower. ما هي من 0 ل 9 بعدك A B C D E، فالزيرو is lower معناها lower switches يا A يا C. طيب بعد الزيرو في شنو؟ في اي، وهنا بعد الزيرو في اي لحد هنا متساويين، بعد ذاك في شنو؟ في 1 8، وهنا ايضا في 1 8 متساويين، بعد ذاك هنا في 1 A لكن هنا في 2، معناه اللوست هو السويتش الاول. الاجابه الصحيحه A. Which advantage does the network assurance capability of Cisco DNA Center provide over traditional campus management? الـ DNA Center قال لك عنده ميزة على traditional networking، وعنده feature اسمها network assurance capability. قال لك دي فائدتها شنو؟ الإجابة B. Cisco DNA Center correlates information from different management protocols to obtain insights and traditional campus management requires manual analysis. Cisco DNA Center correlates information from different management protocols to obtain insights. And traditional campus management requires manual analysis. يعني الـ DNA Center ده بيديك correlates information، يعني بجمع معلومات وبقارنها مع بعض وكده عشان توصل لنتائج. لكن الـ traditional networks requires manual analysis، يتي لوجن في الراوتر الأول تقرأ اللوجن، لوجن في الراوتر الثاني تقرأ اللوجن، so on. Which signal frequency appears 60 times per minute؟
60 تايمز في الدقيقة، دي قصة الفريكوانسيز. لما أقول لك فريكوانسي كذا هرتز، هرتز يعني شنو؟ يعني سايكل بير سكند. فقال لك which signal frequency appears 60 times per minute. 60 times per minute معناه 1 time per second، معناه 1 cycle per second. 1 cycle per second دي معناها 1 hertz. 1 hertz signal. Which port type does the lightweight access point use to connect to a wired network? Lightweight. A lightweight access point بتكون connecting مع switch عن طريق access port. لكن لو بقت autonomous ال access point should connect مع switch عن طريق trunk. A network administrator configures an interface on a new switch so that it connects to interface gig 101 on CAT 9300. Which configuration must be applied to the new interface? اللي كان اللي جاوب صحيح D. يعني قال لك الانترفيس ده 101 ده المفروض نوصل معاه سويتش تاني. قال لك السويتش التاني الكونفيجريشن يكون كيف؟ ما هو السويتش الاول ده administrative mode trunk معناه configured as a trunk، والoperational mode trunk معناه فعلا شغال trunk وشغال dot one queue. معناه switch التاني الconfiguration هيكون كيف؟ هيكون أيضا trunk، نقول switch port mode trunk فعلا trunk في الطرف التاني، ونقول allowed VLANs 100 200 300. ليه؟ لأن في السويتش الأول ده allowed VLANs 100 200 300، والنيتف VLAN 3 to 1. ليه؟ لأنه في السويتش الأول ده النيتف VLAN أيضا 3 to 1. What is a function of a controller in a software defined network؟ الإجابة B. Setting packet handling policies. الكنترولر it sets packet handling policies. What is the function of a controller in software defined networking? Setting packet handling policies. يعني الكنترولر ده هو بحدد انه النتورك يتعامل مع الباكيتس كيف، الراوتنج يشتغل كيف، الباكيتس تكون هاندل كيف، تترسل كيف، دي كلها تفاصيل بيشتغل الكنترولر لانه عنده الكنترول بلين. A client experiences slow throughput from a server that is directly connected to the core switch in the data center. A network engineer finds minimal latency on connections to the server, but data transfers are unreliable, and the output of the show interface counter command show high frame check sequence errors on the interface that is connected to the server. What is the cause of the throughput? An ijaba. A physical cable fault. يعني قصة بتاعت انه بي سي ما قادر يتواصل مع سيرفر وكذا وكذا وكذا، لكن باختصار قال لك الانترفيس فيه فريم تشيك سيكونس ايررز. فريم تشيك سيكونس ايررز يعني شنو؟ يعني باكيت جات اشتغلنا معادلة رياضية القيمة ما مطابقة للفريم تشيك سيكونس فاليو، معناها الباكيت دي اتغيرت في المسار. اتغيرت في المسار ليه؟ معناها في كيبل ايشو. فالفريم تشيك سيكونس دايما كيبل ايشو. قال لك فيزيكال كيبل فولت بي. Which component controls and distributes physical resources for each virtual machine? ده الهايبرفايزر. احنا قلنا السويتش عنده سي بي يو، عنده ميموري، عنده كده. فلما when you create 10 virtual machines السي بي يو والميموري والكده دي كلها المفروض تتوزع to be shared by ال 10 virtual machines دي كلهم. القصه دي بيشتغلها الهايبرفايزر. Which command enables HTTP access to the Cisco wireless LAN controller? In the controller, instead of Telnet or SSH, there to access the controller عن طريق HTTP عن طريق البراوزر. الكوماند شنو؟ بتقول config network web mode enable. See. A network engineer must migrate a router loopback interface to the IP version 6 address space. If the current IP version 4 address is كذا and the engineer configures كذا, which prefix length must be used? D 490.
ده شغل بتاع مابينج. يعني في المقرر احنا اتكلمنا على IP فيريان 6 واتكلمنا على IP فيريان 4 والـ IP فيريان 6. في المقرر ما كان في شغل بتاع انه المابينج بتاع الـ IP فيريان 6 وكده. ولكن السؤال ده سيمبلي بس نحفظ الإجابة IP فيريان 4 mapped address. يعني اللي لاحظته هنا قال لك النتورك انجير الراوتر عنده راوتر اي دي فيرجن 4، لكن دايرين نحول الراوتر اي دي لفيرجن 6، فكانه داير يحول يعني فالاصيل الاصلي بتاعت الاي بي ادريس ده هنا اللي لاحظته ما واضحه 100% كده، يعني ما زي الفيرجن 6 اللي بنتكلم عنه عاده، ولكن احنا ما دايرين نتكلم عن التفاصيل بتاعت المابي والتفاصيل دي. اي بي فيرجن 4 مابت ادريس. فدي سيمبلي نحفظ الإجابة، الإجابة is D slash 128. What is the primary purpose of a console port on a Cisco wireless LAN controller؟ الكونسول شغل شنو؟ Out of band management via an asynchronous transport. الكونسول بورت هو out of band حتى في الراوترز. يعني اسمه سنتر if you telnet to a router من الإنترنت، التلنت مسج دي بتيجي عبر الايثرنت انترفيس وكده للراوتر زيها زي باقي الباكيتس دي انباوند، لكن if you connect مع الكونسول في الراوتر ده اوت اوف باند. انت يور كونكتنج مع الراوتر عن طريق الكونسول اوت اوف باند، الكونسول ده ما فيه اي باكيتس ما فيه اي كوميونيكيشن غير الكونكشن عن طريق الكونسول. فكذلك الكنترولر، يعني الكنترولر you can telnet to it you can SSH to it عادي، الباكيت بتترسل زي ما بتترسل اي باكيت من اي كلاينتس، لكن لو اتوصلت مع الكونسول ده هنا اوت اوف باند. مقارنه برضو بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، احنا قلنا في تريبل اي سيرفر اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتنج، فهنا دي مقارنه بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. قال لك الاوثنتيكيشن it leverages radius server to grant user access to a reverse telnet session. الاوثنتيكيشن بيشتغل مع الراديوس سيرفر، يعني ممكن يكون في اوثنتيكيشن سيرفر بيشتغل راديوس او تاك اكس. يعني الاوثنتيكيشن ده ترسل مثلا راوتر في زول تيلنتينج تو راوتر رسل يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم وباسورد ديل الراوتر ممكن يرسلون للاوثنتيكيشن سيرفر عن طريق بروتوكول اسمه الراديوس. It verifies the user before granting access to the device. The authentication will verify the username and password قبل ما نديه access. The authorization it enables the device to allow users or group based authorization it enables the device to allow users or group based access. The authorization then ندي ال user access أو group of users نديهم level بتاع access معين. It restricts the CLI command لأن ال authorization can restrict ال command line interface. يعني مثلا ال authorization يدوك authorization لل user mode ولا enable mode لكن ما يدوك authorization لل config mode. What does the implementation of first hop redundancy protocol protect against? Default gateway failures. ال first hop redundancy protocol ده زي ال HSRP وزي ال VRRP. ال HSRP هو شنو؟ إنه لو ال default gateway الأول داون الثاني يكون شغال active و stand by. فال first hop redundancy protocol نفس الفكرة. ف default gateway failure دي هنا باكيت معنونة للهوست ده، المفروض نقرا الراوتنج تيبل نشوف الراوت الصحيح ياتو، المفروض الباكيت دي تكون فورورديد عبر ياتو انترفيس. Switch 1 and Switch 2 represent two companies that are merging. They use separate network vendors. Two switches deal different vendors, واحد سيسكو واحد نان سيسكو. The VLAN on both sides have been migrated to share IP subnets. Which command sequence must be issued on both sides to join the two companies to pass all VLANs between the companies? A. For A, ال configuration كيف هنا بتاع الترانك ده؟ Switch port mode trunk
وسويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو. دوت 1 كيو ليه؟ لانه التو سويتش الماسيسكو لو كان الاثنين سيسكو كان ممكن يشتغل اي اس ال، فهنا بنشتغل دوت 1 كيو بابليك ستاندرد. A Cisco engineer notices that two OSPF neighbors are connected using a crossover cable. The neighbors are taking too long to become fully adjacent. Which command must be issued under the interface configuration of each router to reduce the time required for the adjacency to reach kaza kaza kaza. IP OSPF network IP OSPF network broadcast. By means of flow packets, we there too long to get ready. There's been the coming of the Akazakaza. Set the network that I want to make a good. يعني السؤال انه في تو راوترز، يعني لما يكون تو راوترز كونكتد مع بعض المفروض يوصلوا مرحلة بتاعت فول ادجيسنسي في الاو اس بي اف. قال لك الراوترز ار تيكينج تو لونج عشان يوصلوا لمرحلة النتورك، مرحلة الادجيسنسي. اسيسكو انجينير نوتيسز ذات تو او اس بي اف نيبرز ار كونكتد يوزنج ا كروس اوفر ايثرنت كيبل. The neighbors are taking too long to become fully adjacent. Which command must be issued under the interface configuration on each router to reduce the time required for the adjacency to reach the full state? وقال لك B IPOSPF Network Broadcast. فما وضح انه بي الإجابة الصحيحة ليه، لكن وضح لك انه ليه باقي الإجابات من الإجابات الصحيحة في السؤال. السؤال ما واضح 100%، لكن بس نحفظ الإجابة انه B IPOSPF Network Broadcast. يعني حتى في الشرح هنا ما فسر ليه، هو بس وضح انه ليه استبعد باقي الاجابات، لكن ما وضح قال لك therefore only answer B is left، قال لك الاجابه الوحيده اللي فضلت هي B، لكن ما وضح ليه، فنحفظها كده. question 50 هنشتغلها. What is a benefit of point-to-point leased lines؟ point يعني عندك office في كاليفورنيا، office في نيويورك، you connect them عن طريق ال one provider. This one leased line. Simplicity of configuration. What are two differences between WPA2 WPA3؟ WPA3 بيشتغل simultaneous authentication of equals for stronger protection than WPA2 which uses AES. دي إجابة صحيحة. و B WPA2 uses 128-bit key encryption and WPA3 support 128 and 192-bit key encryption. الإنكريبشن كي اللينث مختلف. ما هو WPA2 WPA3 الاثنين بيشتغلوا انكريبشن AES، لكن لازم يكون في انكريبشن كيز. الانكريبشن كيز دي اللينث بتاعها يختلف. Each router must be configured with the last usable IP address in the subnet. قال لك الانسر B. ومثلا راوتر الانسر قال لك بي، فبي هنا مثلا راوتر 7، راوتر 7 عنده انترفيس 10 اللي هو الانترفيس ده 10، قال لك دي هو اللاست يوزابل اي بي ادريس في السبنت، فده هو الاي بي ادريس ده. راوتر 8 عنده انترفيس اف اي 00، قال لك دي هو اللاست يوزابل اي بي ادريس في السبنت. راوتر 9 عنده فاست ايثرنت 11، قال لك دي هو اللاست يوزابل. نشوف لاست يوزابل يعني شنو. مثلا راوتر 7 ده اف اي 10، السبنت هي شنو؟ السبنت 10.88.0.0.0
ده 31 ده 64 سلاش 26 دي السبنت اللي هي السبنت هنا. السبنت دي اللاست يوزابل اي بي معناها قبل البرودكاست مباشره ده اللي هيكون كونفيجر في اف اي 0 اف اي 1 0. ف 10 88 31 64 سلاش 26 معناها 10 88 31. ال 64 دي بتتحول ل 0 وصعد 28 بعدك 1 بعدك 1 2 3 4 5 6 و سلاش 26 معناها دي خانة النتورك، وكمان في خانتين زيادة هنا دي نتورك ودي سبنت. فخانات الهوست لو حولناها كلها ونز بتكون برودكاست 1 1 1 1 1. لو استبدلنا دي بخمسة آحاد 1 2 3 4 5 وده هنا 0 ده هنا اللاست يوزابل لأنه قبل البرودكاست مباشرة. فإذا السبنت هتبقى كم؟ هتبقى 64 زائد 32 زائد 16 زائد 8 زائد 4 زائد 2. ونحسب القصة دي سيكستي فور زائد 16 زائد 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 اللي هو دوت 95، يعني هتكون 10 دوت 88 دوت 31 دوت 95 the last usable. فنشوف هنا طيب مش 95، نشوف تحسيبة تاني قال لك 126 2 4 8 16 32 64 1 1 28 1 26 صحيح صحيح دوت 126 دوت 126. يعني هسه لو حسبنا هنا 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16 زائد 32 زائد 32 زائد 64 دي حتكون 126. يعني الفكرة انه الانترفيس نديه اللاست يوزبل اي بي ادريس اللي هو ده قبل البرودكاست طوالي. نفس الفكرة دي بالنسبة لراوتر 8 وبالنسبة لراوتر 9، يعني دايرين دايما الراوترز في النتورك دي وفي النتورك دي وفي النتورك دي نديهم اللاست يوزبل اي بي ادريس في النتورك. فالإجابة الصحيحة اوبشن بي. A network engineer is updating the configuration on router 1 to connect a new branch office to the company's network. Router 2 has been configured correctly. Which command must the engineer configure so the device at the new site communicate with the main office? Daring to configure a new site. ده قالت إجابة دي. Which command must the engineer configure so the device is at the new site communicate with the main office? فهنا قال لك route اي بي روت 172.25.25.0 172.25.25.0 ده النيو اوفيس. فوي كونفيجر ستاتيك روت للنيو اوفيس سلاش 24 وبنقول انه النكست هوب هو ال 2.2 اللي هو 2.2 ده
ديما 2 نتورك 2 ودات 2، يعني يكونفيجر ستاتيك راوت في راوتر 1 للنيو اوفيس، ونقول له النكست هوب از راوتر 2 عشان راوتر 1 يقدر يتواصل مع النيو اوفيس. في الاجابه الصحيحه دي. Which two transport layer protocols carry syslog messages؟ syslog messages بتترسل في شنو؟ بتترسل تي سي بي يو. syslog message يعني شنو؟ يعني مثلا لو قلت شو لوك في الراوتر قال لك انترفيس 20 داون سي بي يو 99%، دي log messages. اللوج messages دي بتكون محفوظه في الراوتر لكن ممكن نرسلها لاكسترنال syslog server. بتترسل كيف؟ syslog protocol بيشتغل مع التي سي بي ومع اليو دي بي، يشتغل في شكل تي سي بي ان يو دي بي اي ام بي. ده هنا a packet sourced from كذا كذا is destined to the internet for the internet. What is the administrative distance for the destination؟ قال لك في packet مرسلينها للانترنت، ما حدد لك الاي بي ادريس في الانترنت. فنفترض ان الباكيت مثلا مرسل لجوجل، هو حدد لك السورس، لكن السورس في الفوروردنج ما مهم، المهم الديستنيشن. فهو ما حدد لك الديستنيشن اي بي ادرس، قال لك مرسل للانترنت، ليتس سي 80.80 جوجل او 70.70 فيسبوك. فممكن يكون الراوت دي في التيبل هنا ما موجوده، فالراوتر هيرسلها كيف؟ هيرسلها بيست اون الديفولت راوت. فالسؤال ان الديفولت راوت ده الادمن ديستنس بتاعته كم؟ از 1، ادمن ديستنس 1، لانه اصلا static configure statically. فالإجابة الصحيحة B. When is the put method used within HTTP؟ قلنا في الREST API الـ application بتتواصل مع الـ controller عن طريق الـ HTTP. قال لك 200 بنرسل الـ HTTP، الـ HTTP مثلا اسمها put to update a DNS server. انت لو قدرت to update اي شيء، يعني مثلا الكنترولر ده مثلا، كنترولر ده مثلا فيه فيلد اسمه دي ان اس، بيقول دي ان اس از 1111. انت دار تقول للكنترولر لا، الدي ان اس سيرفر ما 111، الدي ان اس سيرفر 2222. بترسم اتش تي تي بي مسج اسمه بوت، تقول له دي ان اس سيرفر 2222 عشان الانتري في الكنترولر اللي اسمه دي ان اس سيرفر دي will be updated من 1 ل 2. What describes the northbound REST API for SDN? Application facing interface. Northbound ده application facing للتواصل مع الـ applications. الـ applications بترسل get, post, put, delete methods عشان تتواصل مع الـ controller. الـ applications بترسل get, post, put and delete messages. الانترفيس، السؤال ده فيه التفاصيل، قال لك دي كونفرنس روم وبي سي وان ده بي سي مهم والتفاصيل دي. فهو الموضوع كله بورت سيكيورتي، يعني دايرين انه 1015 ده ويكونفيجر بورت سيكيورتي في 1015. فاللي هي صحيحه دي، انترفيس 1015 سويتش بورت بورت سيكيورتي، كونفيجر البورت سيكيورتي. بعد ذاك سويتش بورت بورت سيكيورتي ماكسيمم 2، يعني only two MAC addresses ممكن يرسلوا في 1015. ده هنا سؤال بتاع IP addressing. ال packet destined لل host كذا، ده packet قال لك ال destination IP address كذا، تقارن ال destination IP ده مع ال routing table عشان تعرف انه ال message المفروض تترسل ل to next hop. Option D. شايفين هنا في راوتر 1 الهالو انترفال 15 والهالو انترفال 15، لكن الديد انترفال 40 وهنا الديد انترفال 45 ما ماتشين، فلازم نعدل الديد انترفال في راوتر 2 تبقى 45. فهنا اوبشن دي، عدل الديد انترفال اللي هي
اوبشن دي، لان نقول الراوتر 1 راوتر 2 برسل اللي بعد هلو مسجز. الهلو مسجز دي فيها قيم، فيها هلو انترفال وديد انترفال، القيم دي المفروض تكون ماتشنج عشان الاو اس بي اف يشتغل. The DHCP server is configured with the DHCP pool for each of the subnet represented. Which command must be configured on switch 1 to allow DHCP clients on VLAN 10 to receive dynamic IP addresses? Which command must be configured on switch 1? يعني ده هنا client وده switch، لكن layer 3 switch، وهنا ال DHCP server. الإجابة C. إحنا بنكونفجر يعني السويتش ده او الراوتر ده عشان ارسل ال DHCP requests من اللابتوب ده ل DHCP server في نتورك مختلفة. we should configure ال interface ده as a relay agent. فبيقول config the interface FA01 IP helper address، وبعدك نحدد ال IP address of ال DHCP server اللي هو 192.2. فالإجابة الصحيحة C IP helper address، بعدك نحدد ال IP address of ال DHCP server. دي هنا السؤال ده drag and drop، فدي تعريف يعني كلها. قال لك enable DNS lookup on an individual interface IP domain lookup source interface. enable DNS lookup on an individual interface. طيب يا شباب، السؤال ده نبدأ به بكرة. question 63 part 12. طيب يا شباب نختم وأشوفكم بكرة بإذن الله. السلام عليكم.